هذه اللجنة، هذه اللجنة يعني اللي نصفتني، اللي قالت لي هذا السيد يمكن بعد 50 سنة ديال العطاء في المسرح والسينما جات سوف النوبة، خصنا نتفكروا. شكرا لك. مازال ما جاني تكريم. ماشي تكريم، واحد جائزة في الدور التناوي. والمهم انا قلت لك سامحهم الله، يعني كينساوك، ما عرفت واش كينساو ولا كيتعمدوا ولا هذا. لأول مرة تنشوف ان شي لجنة جات هذه الفكرة، ويمكن شافوا بالنسبة للفيلم ديال ميكا اللي اشتغلت فيه واللي فيه خديت هذه الجائزة، يمكن عجبتهم في هذا. ثم انا بالنسبة لي تتبقى كيحز في النفس ديالك انك تتاخذ جوائز في خارج المغرب وانك في بلادك. انا يكفيني ان حب الجمهور وهذا الشيء اللي كان نشعر به، هذا الكلمات الحلوه والطيبه اللي كنسمع من هذا الجمهور احسن لي، هذا اكبر تتويج من الفنان. وبعد الدعم كله كثير، شي الدعم ديال المسرح ضعيف بزاف، كان باقي الدعم السينما وحتى هو بالنسبه لي انا ضعيف، لان احنا عندنا واحد العدد كبير ديال الافلام تنصوبوها في السنه، ما يقرب 25 فيلم. كان يكون يعني اقل عدد ولكن جوده احسن، تكون احسن. فالدعم خصو يتراجع. انا بالنسبه للدعم، انا في عثمان دعم انا 25 فيلم، كل اللي ندعم 15 ولا 10 مزيانين كان احسن، ولكن هما عاود الفكره ديالهم بشكل اخر، تيقول لك خصهم يخدموا الناس كل واحد دي. فانا بالنسبه لي هذا الشيء ديال الدعم كله خصنا ندخلوا للصناعه السينمائيه، ما بقاوش حنا متكلين دائما على المركز السينمائي وعلى التلفزيون، خصنا نشجعوا الناس اللي كيبغيو يستمروا الفلوس ديالهم في هذا الميدان، هذوك هما اللي خصهم تشجيع، وخصنا ندعموهم باش يدخلوا الميدان استمروا فلوسهم. انا ما كنشوفش داك الشيء، ما كنفهملوش كاع انا هادشي ديال المعلوميات الجديد، والله ما كنعرف. ولكن تنسمع انه شي اسماء مثلا غير بداك الشيء وصلوا لشي كذا، وكثير شي لا بيبليسيتي تاعيلي لعونهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.